السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعدي الحلل، يلا دي ارفع حلتك، هنلبس الحلل دي كده، البس يا دينا، ومش هنشوف، هنعملها كده. اللي هيتلخفي لو بصت وعيال اضربوه على دماغها، ماشي، وهم ماسكين كنكة. احنا هنعمل كده، انا اقول مع زيزو، لو طلعت مع زيزو يضرب دينا، لو طلعتش مع زيزو طلعت غلط انا اتضرب، ونفس الكلام دينا يبقى عليا الدور، لو قالت صح انا اتضرب، قالت غلط هي تتضرب. اتفقنا يا زيزو؟ يا دينا يلا بنكمل، يلا نبتدي، يلا بدلوا الكنكه مع بعض. انا شايف الكنكه في ايد فريده، ما تعرفناش هي هتبقى في ايد مين لما نحط. يلا يا دينا خبي وشك، لو حد بص فينا اضربوه قول له انه خمام. يلا انا اللي عليا الدور، الكنكه في ايد زيزو. اي يا ولاد الكنكه كانت معاك يا فريده؟ ماشي، انا كده 1-0 لدينا، انت اللي عليك الدور. الكنكه في ايد فريده. الكنكه في ايد زيزو. اي كانت معاك يا فريده؟ وداني صفارت. طب يلا انت اللي عليك الدور يا دينا. الكنكه في ايد زيزو. هي غمت. هي غلطت؟ هي يعني بس كده، فهي غشت. غشت في ايدي كمان. 2-2 كده يا فريده، اللي غش كده. هي الكنكه في ايديها، هو ايه اللي غش؟ ما بيقول انت رفعت عينك. ما رفعتش حاجه والله. لا رفعتي وشفتي في ايد زيزو. يلا. 2-2 يلا. 2-2. الكنكة في ايد زيزو. اي هو في ايه بالظبط؟ اي وديني بتصفر. يلا يا دينا قولي انت يا دينا. كنكة في ايد فريد. غلط. طب يلا تاني. الكنكة في ايد فريدة. اي يا ولد الله ايه مالكم؟ ماشي يلا يا دينا. لا انت بتغني. بس يا دينا بطل غش يا ماما. انت بتغني. الكنكة في ايد فريدة. اي اي بضربك بضربك. ماشي 4-2 لا الكنكة في ايد زيزو. مش مع زيزو، مع فريد. بتضحك تالا، بتضحك تالا، بتضحك علينا. يلا لسه كده 5-2. يلا الكنكة في انت. لا ماما بتغني. بتغني يعني ايه بتغني؟ يا ماما ما تغنيش. يلا دينا بطل غش، لو فتحت عينيها انا اضربوها. الكنكة في ايد زيزو. لا لا والله العظيم ما بيخمه، اقسم بالله شفتهم. طب ما بصيتي يبقى كده صح ولا لا؟ شفتهم، الكنكة كانت في ايد زيزو لما قلت مع زيزو اداها الفريد. ماليش دعوة. 5-3. لا لا والله العظيم. 5-3. لا 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 دينا في ايه؟ خلاص عليك خلاص اللعبة. احنا هنعيط. خلاص لا 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 خلاص 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 انا اسف. خلاص خلاص يلا 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 انت عيالك خمام. بابا يلا عيالك خموم. يلا يلا بابا يلا انت وماما تدقوا التحدي. يلا دينا حطي التحدي. الكنكة في ايد انت اللي هتقولي تعيدي. يلا الكنكة في ايد زيزو. اسف يا بابا. اسف صح. بتضحك. ماشي يلا الكنكة في ايد فريدة. ايوه انت انا الحياة تقلى الحياة تقلى. يلا يا دينا الكنكة في ايد زيزو. انا اسف حقك عليا قومي صح. 8 ماشي. الكنكة في ايد دينا. انا وداني مش سامعها.
في ايه؟ الكركه كانت في ايديك ازاي بتضربيه لما قلتي فريده؟ انا قلت فريده؟ لا عزيزو. انا دينا عزيزو. ثمانية قولي يا دينا يلا. الكنكة في ايد فريدة. ايوه غلط. ثمانية خمسة. غلط. انا ما اعرفش ان اللعبة دي هتفرحك او يلا. يلا يا دينا فاضل مرتين ليك واربع مرات ليا. الكنكة في ايد فريدة. جايبها عيا. بنتي الصغيرة يا جماعة معجبة بالحلقة. يلا. يلا الكنكة في ايد انت اللي عليك يا دينا. لو جبت دي تكسب. كنكة في ايد زيزو. اسف يا ماما. اسفين قوي. خلاص. جابت صح. دينا كسبت التحدي ده، نخش على التحدي التاني اللي اقوى منه بكتير. بصوا هتتجننوا منه. لا تحدي. انتوا هتضحكوا منه اساسا مش هتتجننوا منه. طيب تحدي المشبك والفلوس. المشبك والفلوس. نشوف مين هيلبس المشبك ومين هياخد الفلوس. استنونا. بصوا يا جماعه التحدي التاني ده تحدي المشابك والفلوس. لو طلعت مشبك او انا طلعت مشبك حطه هنا، حطه في وداني، حطه في بقي، المهم ان انا ايه اعلق المشبك فيا وخلاص. طلعت فلوس تاخدها، اللي يطلع فلوس تاخده. استنى بقى غمى عينيا انا كمان. حاولي يا دينا تفرقي ال، انا مش شايفه. ما حط ايدك حاولي تفرقيهم كده، تجيبي ده مكان ده. انت مش شايف؟ لا والله مش شايف. الحمد لله. الحمد لله مش شايف. يلا نبتدي. انا الاول ولا انت؟ انا الاول. انا الاول ماشي. والعيال دي شاهده، شاهدين يا عيال؟ اه ماشي. انا هرفع ده. اوه ماي جاد. ماشي. طلع مشبك، حط هنا. يلا فراخين. اللي طلع طلعوه بره. اه ماشي. يلا عشان انا اخد نفسي. هاتي هاتي الفلوس. هاتي 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 الطبق. هاتي الطبق. هاتي الطبق. هاتي الطبق. دي 100؟ ايوه. ماشي عادي. مشبك. هو ايه الحاجات السوداء دي؟ ماما. العبي. هزي الطبق عشان تلاقي في جواه حاجة. ايه؟ فلوس. فلوس. والله فلوس. لا انت بتسخن. والله العظيم ما بشوفه. رحمه سكتي ما بشوفه. لا يا بابا. بابا والله العظيم ما بتشوفه. يبقى انت مرزقه. هو فاضل كام طبق؟ ثلاثة؟ أربعة. فين الرابع؟ مش شايفه. يا بابا هم في النص يا حبيبي. اهو حاجة من دول هم اللي فيهم. ايه؟ فلوس. يلا يا ماما هزي الطبق عشان تشوف الجواب. انت ما فيهوش حاجه. ما فيهوش حاجه ازاي؟ والله هو فاضي. خلاص خلاص. والله فاضي. شكلها مبلغ. طب بالتاني يا ماما. فاضي. ماشي. طيب يلا. فاضل طبقين. فاضل طبقين. فاضل طبقين. ثلاث اطباق. مشبك. مشبك يا لهوي يا ماما. على ايه؟ مناخيرك. لا حطه فوق. ماشي. فاضل ايه؟ اه. انا ارفعه. مشبك. شوية. يلا يا ماما ده اخر واحد. ما فيهوش حاجه. ايه ده؟ والله ما في اهو. طيب افتحي بقى وقت كده كل واحد شكله عامل ازاي. انا كسبت 200 جنيه. انا كسبت 200 جنيه. 250. انت اللي حاطط المشبك كده. شكلنا يضحك. ماشي نروح للتحدي الثالث. نروح للتحدي الثالث. التحدي الثالث. استنونا في التحدي الثالث. سلام. هنبتدي التحدي اللي اصعب تحدي ممكن تتخيله. انا ودينا هنغمى عينينا وبرده هنقول هما معاهم كوبايه. ورا فين الكوبايه؟ اهي. الاسئله اللي انت هتسالها ايه يعني؟ مش هسال. امال ايه؟ انا هقول الكوبايه مع مين. لا طب ما نسال اسئله احلى. يعني بتحب بابا ولا ماما؟ اللي ما حدش بيحبه يرش عليه. اه ممكن يجوا عليا. لا مش هيجوا عليك، دي اسئله. ماشي يلا يا بابا. ماشي هنشوف العيال بتحب مين اكتر وهنسالهم اسئله. بصوا السؤال اللي نساله لكم رشوا على التاني على طول. يعني مثلا انا قلت لكم بتحبوا بابا ولا ماما؟ لو بتحبوا ماما رشوا عليا. خلاص؟ يلا غبي عليك يا دينا. دينا احلى.
مش عايز اقول حرفي في الحمام. قولي مش وحيات مش هفتح. ما خلص بقى. طب قولي عشان انا فتحت في التحدي اللي فات. طيب انا اهو عشان تصدقي بس اهو بالعشرة اهو مش شايف حاجة. يلا يا جماعة ابتدي بالسؤال يا دينا. بتحبوا بابا ولا ماما؟ السؤال ده اكيد معروف اكيد باين. بنحب ماما. خدمتك صح صح. طيب انا هسأل سؤال صعب. ماشي. مين امكم هي ولا انا؟ بس السؤال اللي بصوا صعب جدا. انا امكم زي ما انا امك ازاي؟ مين طيب عليكوا اكتر انا ولا بابا؟ اكيد انا. ده انا ما انت بتقعدوا تزعقوا وانا اللي بقعد اقول لهم اعملوا كل حاجه. يا ولد على فكره بقى كده بيخم كده خمومي. طيب ماشي مين اللي بيزعق لكم وبيضربكم لما بتوسخوا الارض ونضيف جدا؟ انا بصي انا اصلا زباله. ايوه دوقي ميه تلج. الميه تلج عشان تشوفي. يا لهوي مساعدنا عشان تشوفي. انا بقى عليا السؤال. مين بيضربكوا اكتر في البيت انا ولا بابا؟ انت. يا 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 هما 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 يا ابني انت غبي. بقول لك اللي بيضربكوا هي اكتر واحده بتضربكوا. طب ماشي كده من كده. ماشي ماشي. مين اللي بيعمل الاكل انا ولا امكم؟ ماما. ما هي اللي بتعمل ترشوها يا اخبي. العيال اغبياء مش عارفين مين اللي بيعمل الاكل. اسالي يا دينا. يا نهار اسود. مين بيشيل تلق اكتر انا ولا بابا؟ بابا. ما البنت بتغني وترد على انا اللي بشيل اكتر. بتقولي بابا ازاي؟ طيب ماشي. مين بيلبس مين بيحط ميك اب انا ولا امكم؟ يا طب دي ازاي بقى؟ دي ازاي؟ بص يا دينا في خمومي. دينا في خمومي يا دينا. دينا اشوف دي خمومي في خمومي. طب ازاي وانا بحط ميك اب العيال بتحاول؟ طب افتح وشوف. ماشي عادي عادي نفتح. لا كملي كملي تحدي قولي. ولا كفايه كملي عادي. ماشي. مين بيجيب لكم حاجات حلوه من الشارع؟ بابا. في دي انا بابا. يا ولدي الكذاب. ماشي. مين اقول ايه؟ مين اللي ابوها اسمه سامي؟ اظن بقى لو رشوني هموتهم. انت ازاي؟ يا ولدي اتعبرت رشوني انا وهي. لا يا كذابين. على فكره اللعبه دي مش فير. هي اللي خسرت. مع السلامه.